بالظبط هذا اللي طبعا هذا الشيء مو متعودين عليه في السعوديه، متعودين على حدائق حيوانات صغيره. الحدائق غالبا الحيوانات فيها هي اللي في قفص واحنا اللي ندور عليها. اليوم العكس اللي نشوفه شيء جميل، البهجه على الكل. ما كنا نتوقع انه نعيش الاجواء الافريقيه هنا في السعوديه في الرياض. للأمانة كانت تجربة جدا جميلة، جدا جدا جميلة مع الأهل والأخوان والعائلة. وجدنا حيوانات تقريبا أتوقع أنها من النادر تشوفها، مثل حيوان الليقرة، حيوانات ما موجودة أتوقع إلا في أفريقيا، مع وجود المرشدين السياحيين اللي يساعدونا. للأمانة أنا جدا سعيد، العائلة جدا سعيدة بوجود مثل هذه الفرص.